السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حال الشباب؟ معكم هاتو جيم رحمد القحطاني من قناة ريفيل ليجن. جيناكم اليوم بآخر تحديث لعبة كروسيدر كينجز 3 مود التعريب. طبعا زي ما انتم عارفين، واللي مو عارف، انا ومجموعة من الشباب اجتمعنا قلنا نبي نعرب اللعبة، لقينا لنا طريقة نعرب اللعبة وبدينا نعرب اللعبة بكل اختصار. هذه هي، فجلسنا نشتغل على التعريب واخذ مننا وقت الصراحة، لكن التعريب ما هو كامل الى الان، لكنه شبه جاهز. راح ينزل باذن الله، راح تلقون رابطه موجود بالوصف، راح اشرح لكم طريقه كيف تحمل المود بكل اختصار. طبعا خلونا نستعرض المود مع بعض. اول شيء زي ما تشوفون اتشيفمنتس اغلبها مترجمه بالعربي، اللي هي الانجازات. عندنا القائمه الرئيسيه مترجمه، عندنا التريتس جاهزه ومترجمه، لكن يبغى لها تركيب فقط لا غير. يعني زي ما تشوفون بعضها مو مترجم، ولكن بعضها مترجم زي ما تشوفون جنبها. احنا فضلنا نحط بين قوسين اسم المهاره ونحط اسمها بالانجليزي عشان في حال احد يبحث عنها في داخل اللعبه تكون سهله بالنسبه له. طيب خلونا ندخل اللعبه. طبعا زي ما تشوفوا القوائم الرئيسيه هذه ترجمناها، والقصه حقت الاشخاص اللي في البدايه ترجمناها. خلونا مثلا ندخل البدايه، اللودينج والشغلات هذه الحلوه مترجمه كلها. طبعا في بعض المشاكل دارين عنها احنا، زي مثلا هنا بوز مختفي الكلمه اللي معربينها فمختفيه، راح ندور لها حلول باذن الله. عندنا احنا زي ما تشوفون الثقافات او الكلتشرز مترجمه بشكل كامل كامله، باستثناء البتر هذه ما عرفت وش اهل المغرب والجزائر وليبيا والشله ذول، علمونا وش الحضاره ذي، ما عرفتها الصراحه. يعني مغاربه في مغاربه، برانس في برانس، بربر في بربر موجودين، بس شكلهم ما هم موجودين في الفتره موجودين، يعني انا ما عرفت وش ذول بالضبط، يعني واصلين حتى لافريقيا. تقريبا كل الكلتشرز مترجمه، الاديان مو كل الاديان الى الان، الأديان شوي يبغى لها يعني تركيز، يعني ما ودنا نفتي دين من راسنا، لأنهم ماشيين بالأديان على المذاهب، ففي مذاهب في شرق آسيا ما ندري وش، حاجات في أوروبا، حاجات عند العرب ما أدري وش، زي مثلا نجدت هذه، ففي حاجات شوي مضروبة. القوائم اللي هنا عندنا الدولة، عندنا الجيش، وعندنا المجلس، أسامي الشخصيات، مهاراتهم برضو زي ما تشوفون كل واحد وش يسوي لك بالضبط، كلها معربة. عندنا الكورت أو البلاط، السجن مو معرب بس ما هو بالكامل. عندنا مثلا الفصائل اللي موجوده، عندنا القرارات يبغى لها شويه تعديل لكن مترجمه بالغالب. الفرق بين الذهاب الى الحج والقيام بالحج، الذهاب بالحج هذا المفروض تصير الذهاب الى رحله دينيه بس بنعدلها ان شاء الله. القيام بالحج اللي هو الحج حقنا حق المسلمين. البلغرم ترجمتها من الانجليزي العربي حج، فانا افضل نغيرها لرحله دينيه، فهذه بعض التغييرات بنغيرها احنا عن المصطلح الصحيح. عندنا مثلا اللي هو الكلتشر بالكامل مترجم، المهارات كلها لا تصدقون ما هو بالكامل، لا بس مترجمين فيه، الا مترجم بالكامل، عيال قالوا لي انهم ترجموا بالكامل، انا ما ادري في ذمتهم. عندنا الاديان مثلا قائمه الاديان هذه برضو بالكامله مترجمه، الميزات والخيارات اللي تبي تسويها، مثلا بنشئ دين جديد زي ما تشوفون كل شيء مترجم هنا، كلها مترجم، كل شيء معرب، فما راح ان شاء الله تواجهون مشكله بينها. وصفها برضو يعني الشيء الرهيب، مو بس الاسم حتى الوصف حقها وش بالضبط، ايش راح يسوي لك بالضبط الوصف حقها، فكل شيء ان شاء الله مترجم. في عندنا القوائم الاساسيه اللي هي هنا، الاباء، الاجداد، الشيلدرن، السبلينج، هذه باقي تتعدل ان شاء الله مع الوقت كلها، لكن تقريبا هو في حاجات كثيره مترجمه بس انا ما راح اشطفها. عندنا مثلا العائله، الموروثات، هذه القائمة كلها مترجمة اللي هي حقة العائلة والليجسي. فهذه هي تقريبا ترجمة بكل اختصار. خلونا نروح للجزء الثاني من المقطع. طريقة تحميل المود، راح تلقون رابط الصفحة هذه موجود في الوصف. تدخل على الصفحة هذه ويكون لازم حسابك يكون، لازم يكون انك داخل حسابك وعندك اللعبة موجودة على ستيم. تروح عند الخيار هذا وتضغط سبسكرايب وخلاص. راح تتحمل عندك الخطوط والترجمة كاملة خلاص، وراح تلقاها في قائمة المودات عندك. طبعا هذه صفحة المود، أي تحديث أي شيء راح تلقونه موجود عليها، في تحت قائمة اللي هي التعليقات والشغلات هذه، أسئلة أو أي شيء، هنا في أسئلة وجواب، وبنعدل من الشغلات هذه، بنضيف صورة هنا وزي كذا. نتمنى أنكم ترفعون المود، يعني من ناحية أنكم تحطون لايك وأورد وفيفورت وسووا له شير والشغلات هذه عشان يرتفع المود في الصفحة ويفيد الناس، يعني ويوصل المود للناس اكثر وقت. طبعا حاليا اللعبة موجودة على ستيم وموجودة على مايكروسوفت او اكس بوكس. حاليا ما راح نقدر نركب على اكس بوكس لان لازم تسحبها في ملفات لحالها. بس احنا نحتاج نقعد نعدل عليها اول باول، المودات لازم نعدل عليها اول باول، تحديث يومي لازم شغالين عليها، نضيف ترجمة، نعدل مصطلحات زي كذا.
فخاصية الوركشوب حقة ستيم مسهلت لنا الموضوع اننا نحدث وخلاص اوتوماتيك يرفع للناس شايفين. فخلونا لين نخلص الترجمة بشكل كامل بعدها نقدر نعطيكم الملفات انكم تقدرون تركبونها على اكس بوكس ومايكروسوفت واللي عنده اللعبة غير اصلية والكلام هذا كله وتصير يدويا وننزلها شرح كامل. لكن حاليا احنا راح نبقى على الوركشوب. اذا عندك وركشوب اذا عندك ستيم تقدر تحمل الترجمة الان وتجربها. بعد ما تسوي سبسكرايب وتحمل المود روح شغل اللعبة لين تجيك قائمة اللانشر هذا. تروح على قائمة مود وراح تلقى المود هذا هو اللغة العربية كذا ديسيبل لما تحطه بالاخضر كذا راح يتفعل معك اللغة كاملة. طبعا للأسف 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 حاليا ما راح تقدر تلعب ملتي بلاير والمود عندك. يعني انت مثلا عندك اللغة العربية وخويك ما عنده اللغة العربية ما تقدرون تلعبون مع بعض. شيء جدا غبي راح ندور له حل بإذن الله في أقرب فرصة. وبس هذا هو. طيب للي حابين يساعدونا ويدعمونا بالترجمة الطريقة بسيطة بسيطة جدا. عندنا الموقع هذا. الموقع هذا طبعا كانت عندنا صفحة ثانية شغالين عليها لكن للأسف تكفرت الصفحة علينا لكن أمدانا نسحب الترجمات منها. فزي ما تشوفون هنا 1% جاية. حنا ترى تقريبا خلصنا 50% أو 48% من الترجمة. فيعني خلصنا شيء مرة كبير. اللي باقي أغلبها شغل إيفنتات وشغلات ثانية. طبعا راح تلقون صفحة الموقع هذه موجودة في الوصف. تدخل على الصفحة هذه ثم تدخل على أرابيك ثم تروح على أي واحد تبي أنت الترجمة. هذه ملفات اللعبة كاملة مترجمة خلاص. تدخل عليها مثلا تدخل على الفيست لايف ستايل خلاص تلقى هذه المصطلحات اللي بغاها ترجمة اللي هي السطور هذه. فأنت مثلا تجي للسطر هذا لا خلينا نشوف سطر سهل زي هذا السطر مثلا I would love a chance to settle this on the battlefield. حلو تقريبا احب ان تجيني الفرصه اني اصفي هذا الشيء في ساحه المعركه شيء تقريبا زي كذا. بكل اختصار تضغط عليه تلقى الترجمه الانجليزيه بفوق طبعا بالكود. حاول انك لا تلعب بالكود كثير عشان لا تتعبنا بعدين اجي اركب الترجمه. تجي تلقى الترجمات المقترحه لك هنا تضغط عليه خلاص يجيك هنا الترجمه. والله عجبتك خلاص احب الفرصه لتسويه هذا الامر في ساحه المعركه. اوكي صحيحه وزي كذا لكن مثلا تعدل احب ان تكون هذه الفرصة مثلا هذه الفرصة لتسوية هذا الأمر في ساحة المعركة مثلا زي كذا. خلاص أنت خلصت أمورك زينة كل شيء تسوي سيف. بعد ما تسوي سيف خلاص الحين جاي عليه بالأخضر خلاص يطلع لنا حنا المشرفين أن في واحد اقترح ترجمة على السطر الفلاني. فيصير يجون المشرفين يقرونها يشوفون أمورها يعدلون عليها وشي زي كذا ثم يضغط عليها طق صح وخلاص وتصير زي ما كذا تصير صح خلاص هذه الترجمة صار لها أبروف. نحاول ان نترجم ملفات كامله يعني زي ما تشوفون حاليا هذه ملفات. حنا اذا اكتمل الملف كامل راح نبدا نسحبها حنا والشباب ونبدا نعدل عليه لان نحتاج اننا نمسك الترجمات كلها السطور اللي ترجمتوها نعكس الحروف نعدل على بعض الاكواد السطور الطويله نحاول ان نعدلها شوي وننزل في شغل كودينج فيها فمعقد. فحنا موضوع الترجمه شوي تعبنا فنبغى ناس تساعدنا بالترجمه وحنا نصير نركب الترجمه لان تركيب الترجمه اصعب من الترجمه نفسها. فهذا هو الموقع بكل بساطه. في حال عندك سؤال او استفسار او اي شيء عندك ثلاث خيارات تقدر توصلنا فيها. تقدر تتواصل معنا هنا عن طريق الموقع هذا تدخل هنا على اسئله هذا الشات انا مسويه لا سوري تدخل هنا مثلا على اسئله وتكتب سؤالك والشباب راح يردون عليك. الشيء الثاني تقدر انك تيجي وتكلمني في اليوتيوب او ستيم تسالنا عن صفحه المود. في صفحه المود تسالنا سؤال شاطح او يعني اي سؤال عندك تبي تساله حياك الله. الشيء الثالث واللي انصح فيه اللي هو الديسكورد الجديد حقنا. طبعا زي ما تدرون انتم الديسكورد القديم حقي خلاص تركته فانضميت مع الشباب حقين قناه العاب بروز وسوينا كوميونيتي خاص اللي هو اسمه ارب بروز. تقدرون تنضمون للديسكورد هذا وراح يكون في شات باذن الله خاص بالترجمه وراح نتواصل فيه ونتناقش فيه عن الترجمه واي شخص عنده سؤال مساعدات واقتراحات راح نتكلم في هذا الشات الخاص. راح يكون الشات موجود هنا باذن واحد احد. اوكي هذا كل شيء عندي. انا كنت ابغى قدر المستطاع اني اخلي المقطع قصير لان زي ما شفتوا كل المواضيع اللي تكلمت عنها جدا جدا مهمه فابغى الناس تشوف المقطع كامل عشان تعرف كل شيء عن الترجمه. بس هذا اللي عندي. اتمنى انكم تشرفونا في الديسكورد وتساعدونا بالترجمه وتقدرون تحملون الترجمه موجوده في الوصف رابطها على ستيم. وبس هذا اللي كان عندي. كان معكم حتو جيمر احمد القحطاني من قناه ريبيان ليجن والسلام عليكم.